هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مس رودينا، الانجليش تيتشر من منصة الخطة التعليمية. احنا النهاردة معدنا مع اخر بورت موجود خالص في يونت 3 اللي هو بعنوان ماي كوميونيتي، اخر تو ليسنز خالص اللي هما 5 and 6. في البورت ده احنا ما عندناش حاجة فيه قوي غير vocabulary وحته بسيطه قوي 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 في الجرامر ليها علاقه بحاجه اسمها لينكينج ووردز. اللينكينج ووردز دي اللي هي الكلمات اللي بتوصل او بتربط جملتين ببعض، اوكي؟ وشويه حاجات كده خاصه بالسبيكينج والليسننج، هي دي الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده. فيلا بينا نبدا الحصه بتاعتنا على خير، يلا بينا. طيب اول بارت خالص عندنا زي ما احنا متعودين عندنا الفوكابلوري، الكلمات. اول حاجه عندنا كلمه سامرايز. سامرايز معناها يلخص، وهتلاقوا ساعات حرف الاس ده بيكتب زد، فالاثنين يعتبروا صح. ده فرق ما بين بس بريتش وامريكان مش اكتر. فسامرايز معناه يلخص، ودي تعتبر فيرب. انتروديوس معناه يقدم شخص، بيقدم حد. عندي كمان كلمة pleasure. pleasure دي معناها ابتهاج وسرور، دي تعتبر noun. كنا اخدين منها الابجكتيف بتاعها اللي هو pleased. pleased يعني مسرور. فالnoun بقى بتاع الابجكتيف ده هي كلمة pleasure. pleasure، اوكي؟ عندي بعد كده كلمة proud. proud دي تعتبر فخور، اوكي؟ دي adjective. ما انا بوصف مثلا نفسي ان انا فخور بشيء معين، فبراود معناه فخور. طيب الفير مش الفيرب بقى، الناون من كلمه براود ايه؟ كلمه برايد. برايد معناه فخر، اوكي؟ دي تعتبر الناون. برايد يعني فخر، لكن براود معناه فخور، اوكي؟ عندي كونتراست. كونتراست معناه تناقض، حاجه عكس حاجه. كونتراست معناها تناقض. فيرستلي اولا، وما دام اخرها في ال واي كده يبقى احنا عارفين ان دي ادفيرب. فيرستلي معناها اولا. هابينس معناه سعاده، واحنا المفروض في المره اللي فاتت اخذنا ان الان اي دبل اس دول بيحولوا لي الكلمه ل ناون. اخدنا darkness، اخدنا weakness، اخدنا حاجه، عندي حاجات كتير قوي فيها اخرها ne double s، دي بتديني الناون. furthermore. furthermore معناها علاوه على ذلك. يعني ايه علاوه على ذلك؟ يعني كاني بقول ايه in addition، يعني بالاضافه لحاجه دي. انا قلت خلاص شويه حاجات، بالاضافه بقى للحاجات اللي انا قلتها دي بنزود عليها حاجات تانية. ف furthermore دي طريقه من الطرق كمان، او مش طريقه قصدي ككلمه، هي حاجه فورمال قوي. لما باجي بستخدمها في الكتابه بتبقى حلوه وبتبقى advanced شويه، وبيبان ان انت اسلوبك في الكتابه مش بسيط يعني، لا كويس. ف furthermore زيها زي كلمه in addition. احنا ممكن كده نحط بتساوي in addition، اوكي؟ طيب ايه كمان؟ اهو سبحان الله هما جايبين ان اديشن. عندي برضو ان اديشن معناها بالاضافه الى. تورست اتراكشن معناها مكان بيجذب السياح، جذب سياحي. يبقى تورست اتراكشن معناها جذب سياحي. كونكلود معناها يختم او ينهي، يبقى كونكلود بتساوي كلمه اند. طيب كلمة conclude بتساوي كلمة end، اوكي؟ conclude بتساوي end، معناها يختم حاجة او ينهيها. دي verb، ده الفعل. النون بتاعه حاجة اسمها conclusion. conclusion يعني الخاتمة او النهاية. طيب however معناها مع ذلك، و however دي انا بستخدمها في contrasting، في التناقض. يعني في حاجة معينة او حدث معين حصل على الرغم منه حاجة تانية عكسه خالص حصلت، فدي بتفيد دايما ان في تناقض، في contrast بيحصل. طيب عندي بعد كده above. above معناها فوق. عندي ideas معناها افكار. neighbor معناها جار، واحنا اخدنا المرة اللي فاتت neighborhood معناها ايه؟ معناها الـ المكان اللي انا، الحي اللي انا بكون عايش فيه يعني.
neighbor بقى ده اللي هو الجار ذات نفسه، وممكن ساعات تلاقوها من غير اليو، يعني اليو دي يا بتتحط يا لا. برضو ده فرق في الكتابة ما بين British لأمريكان English. contact معناها يتصل. contact احيانا بتيجي من غير اي prepositions خالص، يعني مثلا contact me، contact me يعني اتصل بي. لكن لما ببقى عايزة اعبر عن ان في نوع من انواع الاتصال والتواصل ما بين حاجة والتانية، بختار معاها preposition اللي هو with، contact with. اوكي، يعني لو انا استخدمت مع كلمة contact دي preposition حرف جر بتبقى with. غير كده هي ساعات عادي بتيجي من غير prepositions اصلا، ومعناها يتصل، ليه علاقة بالاتصال والمكالمات والكلام ده. حتى احنا عندنا مثلا في الموبايل اسمها حاجة اسمها جهات الاتصال، جهات الاتصال للأرقام اللي انا بتبقى محفوظة عندي اسمها ايه، contacts، فهي نفس فكرة الاتصال يعني. anymore معناها على الاطلاق، anymore معناها على الاطلاق. castle دي معناها قلعة، والتي بتبقى silent، silent يعني احنا مش بننطقها، بقول castle، castle على طول. طيب عندي بعد كده encourage، احنا اخدناها قبل كده. encourage دي كverb معناها يشجع، وكنا اخدين الopposite بتاعها كان ايه لو تفتكروا، discourage، صح كده، بنشيل الاي ان اللي في الاول دي بنحط this. طيب rubbish اللي هي القمامة. conclusion لسه كنا اخدين كلمة conclude معناه يختم، طيب دي كده كverb. طب الناون ده الناون اسمه conclusion، وبحط في اخرها s-i-o-n. s-i-o-n بتتنطق جن جن كده، لكن التي بتتنطق شن، دي اسمها conclusion. طيب builder معناه عامل بناء، الاصل بتاع الكلمة كان build، build يعني يبني، verb هتطلعها ER بقت تحولت لاسم ايه؟ فاعل. الكلام ده مش جديد علينا. طيب meeting اجتماع. repair المرة اللي فاتت احنا كنا اخدين حاجة اسمها repairs، repairs كانت معناها اصلاحات، كانت جاية كنون، هنا هي جاية كverb معناه يصلح حاجة معينة. طيب invite معناه يدعو، يدعو ده كده الverb، نفس الكلام برضو ده verb. الناون بتاعه بتبقى ايه؟ بحط الشن، بتبقى invitation، invitation يعني دعوة، لكن invite معناه يدعو او يعزم حد. clean up معناه ينظف، clean up الاثنين بيجوا مع بعض بيcollocate سوا، clean up. طيب result معناه نتيجة، result معناه نتيجة. greetings معناها التحيات، احنا المره اللي فاتت اخذنا كلمه greet يحيي كانت verb، هنا تحولت لنون، واحنا اساسا عارفين عادي ان الاي ان جي دي يا اما بتكون لي اسم نون، يا اما بتكون لي adjective، يا اما ساعات بيبقى عادي فعل ومتصرف ومحطوط له اي ان جي، فهي تنفع الثلاثه حسب بقى ايه، حسب هي الكلمه محطوطه فين بالظبط. greetings ما دام حطيت لها اس كده في الاخر دي كده كوش نون، لان انا بجمعها greetings. الصفات ما بتتجمعش، ما فيش حاجه اسمها فعل احط له اس فيبقى جمع اصلا يعني، او يبقى اي ان جي واحط له اس، دي مش موجوده. فبما ان انا حطيت اي ان جي وبعدها اس يبقى دي كلمه عادي ناون، وانا حطيت له اس عشان اجمعه فبقت greetings. طيب عندي بعد كده مسج، مسج دي اللي هي الرساله. هايسا دي جزيره موجوده في اسوان. introduction معناها مقدمة، احنا اخدنا introduce، introduce ده الverb، تعالوا نشوف كده، انا كان عندي الكلمة introduce، introduce ده كده الverb ده الفعل معناه يقدم. طيب حطيت له الشن دي كده، شلت الايل في الاخر وحطيت شن بقت introduction، introduction مقدمة. انا اول ما قبل ما ببدا الحصه بعمل زي حاجه اسمها introduction، ابدا ان انا افكركم انا اسمي ايه، اقول لكم احنا هنتكلم على ايه في اليونت، مش عارفه ايه الكلام ده كله، فدي كده اسمها introduction يعني مقدم. طب عندي حاجه اسمها wind surfing، wind surfing دي اللي هي ركوب الامواج، في الافلام الاجنبي هتلاقوا بره كده بيعملوا حاجه بيبقى فيه امواج عاليه وكبيره قوي، وهما بيعملوا ايه، في ناس عندهم دي نوع من انواع الرياضه على فكره، بيركبوا الامواج، فدي اسمها wind surfing. طيب ايه كمان؟ surprised، بص انا عملت ايه، انا حطيت اي دي
اوكي حطيت اي دي بمعناها انا اللي حاسس بالدهشه، انا اللي بشعر بيها. مش شرط اللي هو انا بتكلم ان الشخص او الشيء اللي انا هوصفه بالكلمه دي هيكون هو اللي بيشعر بيها، فدي معناها مندهش. فريندلي ودود، ناخد بالنا من حاجه وانا قلتها لكم قبل كده، دي مش اول مره، هي اخرها ال واي او، بس دي مش ادفرب، مش ظرف، مش حال، ده adjective. دي من ضمن الحاجات اللي هي الشواذ بتاعه ال اي سوري ال واي لما بحطها في الاخر، دي صفه. طيب فريندلي معناها ودود، بقول ان الشخص ده هي از فريندلي، فريندلي يعني هو ودود، فانا كده وصفته هو. طب لو انا عايزه اتكلم على او استخدم كلمه فريندلي دي كنوع من انواع الادفيربس، عايزه احولها لادفيربس، هعمل ايه؟ بيكون عندنا اكسبريشن معين كده بستخدمه مع الصفات اللي اخرها ال واي لما بعوز احولها لظروف واحوال، وهي ان انا بقول ان و ا واروح مطلع الكلمه ان ا فريندلي واي. ان ا فريندلي واي يعني معناها بطريقه فيها ود، فانا كده حولت كلمه فريندلي من adjective، لان هي هنا كانت adjective، كده هنا في الطريقه دي كده الطريقه اللي انا كتبت بيها بقت adverb. نفس الكلام بقى لاي كلمه اخرها ال واي وتعتبر صفه مش حال، يعني كلمه lovely، lovely نفس الكلام، بقول in a lovely way عشان احول كلمه lovely دي، ان lovely دي اصلا صفه اخرها ال واي وصفه، هي تعتبر من الحاجات الريجولر اللي مش بتتبع القاعده، فلما احب احولها ليه حال بروح حاطه ان ا واروح حاطه الصفه اللي اخرها ال واي دي وكلمه واي، كده انا حولتها لظرف او حال. اوكي طيب المعلومه دي مهمه قوي، لما هتطلعوا فوق شويه فوق شويه في هتطلعوا يعني في الثانوي وكده في درس مخصوص اصلا لفكره الادفيرب والادجكتيف في ثالثه ثانوي، مش عارفه بقى عبال ما توصلوا لثالثه ثانوي الموضوع هيكون اتغير ولا لا، الله اعلم. طيب عندي بعد كده كلمه ورملي، ورملي معناها بدفء او بحراره، انا لما باجي بسلم على حد يا اما هتلاقيني كولد كده، شخص بارد ورود ومش عارفه ايه ومش عاطيك اهميه، في حد هيجي يسلم عليك وبشكل ايه بحراره، اللي هو مهتم قوي ان هو يسلم عليك ومتشوق ومتحمس والضحكه من هنا لهنا والكلام ده، فهي دي فكره ان انا احيي حد بشكل دافئ وبحراره. طيب عندي كلمه تريت معناها يعامل، دي فيرب طبعا، كلمه تريت ممكن تبقى معناها يعامل حد وممكن تبقى معناها يعالج، يعني يا كده يا كده الاثنين تمام، يعني على حسب بقى الكلمه الجمله اللي هي هتتحط فيها او الكونتكست اللي هي هتيجي فيه هتديني انهي معنى. المهم ان تريت معناه يعامل في الدرس اللي احنا بناخده، وممكن كمان يبقى معناها يعالج. طيب عندي بعد كده الاكسبريشنز بقى، اول ثلاثه دول اللي عندنا دول انا بستخدمهم في الجريتينجز، جريتينجز اللي هي ايه التحيات، بستخدمهم في الgreetings دول التلاتة دول. nice to meet you يعني من اللطيف ان انا اقابلك، nice to meet you. طيب ممكن اشيل كلمة nice واحط بدلها ايه pleased، pleased to meet you يعني انا مسرور ان انا قابلتك، فانا بس مجرد ان انا مرة حطيتها nice ومرة حطيتها pleased. طيب pleased انا قلت لكم ان هي تعتبر ايه صفه، طب انا ممكن بقى اجيب الناون بتاعها فهتعامل معاه ازاي، هقول it's a pleasure، it's a pleasure يعني من دواعي السرور to meet you ان انا اقابلك. الثلاثه دول انا بستخدمهم في فكره الجريتينجز، انا حد اول مره اشوفه مثلا ولا حاجه فحاجه اقول له ايه nice to meet you يعني حاجه لطيفه جدا ان انا قابلتك وشفتك، او ان انا اقول له ايه اقول له pleased to meet you يعني انا مسرور جدا ان انا قابلتك، او it's a pleasure to meet you and so on. طيب in the same football team معناها في نفس فريق كرة القدم، in the same يعني في نفس، by the front door دي استخدمت ايه by، انا عايزة الهايلايتر by تمام، the front door معناها بجوار الباب الامامي، by the front door انت هتلاقي المكان الحاجه الفلانيه محطوطه ايه بجوار الباب الامامي مثلا،
welcome to our neighborhood معناه مرحبا بكم في الايه في حينا. ده لما حد مثلا بيجي يسكن عندنا جديد في الحي موجود فبيجي اقول له welcome to our neighborhood. neighborhood معناها الحي. وانا قلت لكم ان احنا بنحط النهايه اللي في الاخر دي اللي دايما بتبقى بمعنى التجمع، تمام؟ اللي هو لما اجي اقول مثلا brotherhood اللي هي الاخويه، ده تجمع. and so on. طيب نيجي ل البارت اللي بعد كده، بيقول لي a group of people. a group of people a group of people معناه مجموعه من الناس. have a rest. rest بتاخد have a rest معناه ياخذ قسط من الراحه. walk along the sea هو بيتمشى مثلا جنب البحر، يبقى walk along the sea او walk along. المره اللي فاتت احنا قلنا الفرق ما بين along دي وما بين a لوحدها كده بعيد وكلمه long، صح؟ community meeting ده اللي هو زي ما قلنا كده الناس اللي هم بيبقوا بيعملوا المشاريع المجتمعيه والكلام ده، بيبداوا يعملوا meetings مع بعض. ف community meeting معناه لقاء مجتمعي، الناس تقعد تعمل فيه ايه في اللقاء المجتمعي ده؟ تناقش مشاكل. احنا الحي بتاعنا مثلا او الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه في مشكله معينه، في مبنى من المباني الناس مبهدله الوولز بتاعته، فاكرين جرافيتي خدناه المره اللي فاتت، بيرسموا ويكتبوا ومش عارفه ايه وبتاع فبهدلوا الدنيا، فاحنا عايزين نقعد نناقش المشكله دي عشان نلاقي لها حل. فالكوميونتي ميتينجز دي بنعمل فيها ايه؟ بنناقش فيها الكوميونتي بروبلمز ونبدا ان احنا نسولف ذم بقى. طيب on top of the castle walls معناها على قمه جدران القلعه. on top يعني على القمه. of the castle walls. castle walls هنا معناها ايه؟ الجدران بتاعه القلعه. عندي بعد كده البارت اللي هو بتاع السينونيمز والانتونيمز، المضادات والمرادفات والكلام ده. كلمه suitable معناه مناسب، حاجه مناسبه ليا، حاجه ملائمه للوضع بتاعي، فدي اسمها suitable. بتديني نفس المعنى كلمه proper او appropriate او كلمه proper معناه برضو مناسب. الاثنين دول نفس فكره suitable. طب العكس بتاعها ايه؟ بحب اجيب العكس. انا عندي prefixes معينه هي اللي انا بستخدمها عشان اجيب العكس، من ضمنهم اللي هي الان، فهتبقى unsuitable. حطيت un بقت unsuitable. طيب elderly احنا اخدناها قبل كده اللي هو معناه كبير في السن، فتبقى معناها يا old يا اما معناها ancient. والعكس بتاعها هي كلمه young. طيب formal ده معناه رسمي. انت مثلا او انت لما هتيجي تتكلم مع باباك او مامتك غير لما بتروح تتكلم مع صحابك، اللغه اللي انا بستخدمها مختلفه، الكلمات اللي انا بستخدمها مختلفه. لما اكلم بابا وماما اكيد بقول لهم مثلا ايه حضرتك حضرتك، اسلوب الكلام بتاعي بيبقى مش زي ما بقعد اتكلم مع صحابي على القهوه مثلا. اكيد انتوا لسه ما بتروحوش قهوه ولا ايه مش عارف، بس مش زي ما باجي مثلا اخرج مع صحابي او اقعد معاهم في المدرسه واتكلم معاهم وكده. ف this is totally different يعني. فالفورمال لما بتكلم بشكل رسمي، لما تروح المدرسه بالمدير بتاع المدرسه الماستر، لما تيجي تتكلم معايا مثلا مش هتتكلم معايا زي ما بتتكلم مع اخوك مثلا او اختك او صحابك، لا طريقه الكلام بتكون فورمال يعني رسميه. تديني نفس المعنى كلمه official برضو معناه رسمي. العكس بتاعها informal. formal عكسها informal. إن من ضمن البريفكسز اللي أنا بستخدمها عشان أدي العكس بتاع المعنى. طيب happiness معناها سعادة ودي noun زي ما احنا اتفقنا. المعنى بتاعها pleasure، ما هو pleasure ده اللي هو السرور وهو فكرة السعادة. العكس بتاعها sadness. خلي بالكم في حاجة، أنا لما بجي أجيب العكس والمضاد نوعا ما بكون ملتزم بالpart of speech بتاع الكلمة. ايه part of speech بتاع الكلمة ده؟ يعني الكلمة دي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb ولا ايه بالظبط؟ لان انا لما حاجة اجيب مثلا كلمة وعايزة المعنى بتاعها فانا هجيب لها كلمة ديها نفس ال part of speech. يعني happiness مثلا، happiness دي noun، لما جبت كلمة كلمة ليها تدي نفس المعنى ما قلتش مثلا كلمة pleased، لا قلت pleasure اللي هي noun بتاعتها اصلا، تمام؟ لما جبت العكس بتاعها ما قلتش sad، لا انا قلت sadness. ليه؟ لان دي سعاده، فالعكس بتاعها هو الحزن ذات نفسه، مش كلمه حزين، لا الحزن نفسه.
او الكآبة. فبرضو لما باجي بجيب المعنى بجيب من نفس النوع بتاعه. improve معناه يحسن حاجة. المبنى ده قديم فانا عايز اعمله تحسينات وتعديلات كده عشان اخليه يرجع جديد زي الاول. فدي فكرة يحسن او يطور من حاجة معينة. المعنى بتاعها develop، تدي نفس المعنى كلمة develop. والعكس damage، انت لما هتصلح حاجة وتطورها عكسها هتخربها. فانا بـ improve something بطور من حاجة او بحسنها، فالعكس بتاعها بيبقى ايه؟ ان انا بخربها فبتبقى damage. طيب deliver معناها يسلم، بسلم حاجة، ودي مش اول مرة ناخدها. فبيدي نفس المعنى بتاعها ايه؟ give يعني انا حدي حاجة لحد. bring يعني انا هأحضر شيء لحد. العكس take او receive. take او receive هنا في hyphen ده اللي هو الشرطة، في شرطة في النص ما بين receive و take، لان دي كلمة ودي كلمة تانية. طيب نيجي بعد كده لفكرة prefixes والsuffixes. كلهم احنا اخدينهم قبل كده، مجرد بس ان انا زي ما احنا متعودين احنا بناخد كلمات زيادة. ال n بتجيب لي العكس، زي كلمة formal حولتها وبقت n formal، فبقت n formal. اوكي عندي ال ing، احنا قلنا ان هي بتحول الفعل لاسم او صفة او هي ذات نفسها تبقى فعل. اوكي طيب زي ايه بقى؟ بيقول لي زي كلمة greeting، زي كلمة meeting، كل الحاجات دي اسماء. greeting meeting الاي ار بحطها للفيرب عشان تكون لي الاسم، الاسم منه او اسم فاعل. زي build يعني يبني، حطيت لها اي ار بقت builder. ال واي بتحول لي الكلمة لادفيرب. خلي لكم في الاكزامبلز هنا ما حطيتش كلمه friendly، ليه؟ عشان friendly صفه مش حال. warmly هي الاصل بتاعي كان warm يعني دافئ، وعايز اقول الحاجه دي بدفء، بتحصل بدفء او بحراره، فبحط لها ly. هي الاصل كانت صفه، حط لها ly بقت adverb. first المفروض ان هو اول. طيب مثلا لما اجي اقول first class اللي هو الفصل الاولاني، first chapter الفصل برضو او الوحده الاولانيه، فحطيت لها ال y بقت معناها اولا، وحولتها ل adverb ال y. طيب الناس اللي بتتحط في الاخر، احنا اتفقنا ان هي بتحول لي الصفه الاسم، هي بتحول لي للاسماء عموما. happy كان سعيد، حطيت لها ness بقت happiness اللي هي السعاده ذات نفسها. polite يعني مؤدب. politeness يعني التهذب نفسه او الادب ذات نفسه، فبحط n e double s بتحول لي الصفه لاسم. اوكي طيب في شويه language notes كده، حاجات معينه محتاجين ان انتوا تبقوا عارفين الفروقات ما بينها واستخداماتها والكلام ده كله. اول حاجه كلمه to، قال لي بص to دي انا لو حطيتها في اخر الجمله، اخر الجمله خالص وقبلها في كوما، اعرف ان دي معناها ايضا. يعني تو المعنى بتاعها بيختلف حسب الاستخدام. لو انا حطيتها في الاخر خالص وقبلها في كوما، دي كاني بقول لك ايضا. يعني مثلا حد بيقول لي انا مسرور جدا ان انا شفتك، فانا عايز اقول له انا كمان، او انا مسرور بلقائك ايضا. فكلمه ايضا دي ازاي؟ تو. هنا nice to meet you too، ده معناها ايه؟ لو انا حد قال لي nice to meet you، انا يعني حاجه لطيفه جدا ان انا شفتك، فانت عايز تقول له nice to meet you too، انت انا كمان، يعني حاجه من اللطيف برضو ان انا شفتك ايضا. فايضا دي اللي بتتحط هنا في الاخر كده، بيكون قبلها في كوما، بتديني معنى ايضا. طيب ممكن استخدم to بمعنى ايه كمان؟ to اللي هي double o دي، ممكن تبقى زيها زي كلمه very في المعنى. very اللي هو وكمان اقوى من كمان تو اقوى من very. ليه؟ لان هي بتبقى معناه ان الحاجه دي كتير قوي، يعني زياده عن اللزوم قوي. فمثلا لما اجي زي المثال اللي موجود هنا، انا بتكلم على ان الشاي سخن جدا، بس انا مش قصدي هنا ان هو very hot وخلاص، مش قصدي هنا ان هو
سخن وخلاص، ما عادي شاي ممكن يبقى سخن بس انا عندي قابليه ان انا اشربه. لكن معنى انا استخدم تو قبل الصفه ده معناه ان الحاجه دي زياده عن اللزوم قوي لدرجه ان انا مش عارف اتعامل معاها. فالشاي هنا مثلا سخن جدا لدرجه ان يعني درجه السخونيه اللي واصل لها ان انا مش عارف اشربه، فبتدي معنى النيجاتيفيتي شويه ان الحاجه اكستريم قوي لدرجه ان انا مش عارف اتعامل معاها. فذس تي از تو هوت، تو هنا جاي معاها سخن بمعنى جدا او اكتر من اللازم، اكتر من يعني اكتر من البني ادم يقدر ان هو يستحمله. فهنا I can't drink it، انا مش قادر ان انا اشربه اصلا. تمام؟ طيب اللي بعد كده الفرق ما بين let و make. let معناها ان انا اسمح لك تعمل حاجة، انا انا هسمح لك او انت هتسمح لي ان انا اعمل حاجة. فلت ليه علاقة بالسماح، يدع، يسيب يسيب حد يعمل الشيء اللي هو عايزه. make معناها يجعل، make معناها يجعل. طيب هو بيقول لي ان let بيجي بعده object مفعول، يعني انا هلت يو، let you انا هسمح لك انت، او اقول لك let me انت اسمح لي، let me يعني اسمح لي انا. فلت بيجي بعدها الاوبجكت، يجي بعدها المفعول. نفس الكلام ميك بيجي بعدها المفعول، وبعد كده الانفينيتيف او ادجكتيف يعني بيحط الفيرب في الايه، في الانفينيتيف او بجيب بعدها ادجكتيف. يعني مثلا سي انا دخلت اوضه فعملت فيها تغييرات فخليتها احلى، فطبعا لما حاجه اقول ان انا خليت الحاجه دي حلوه فنجيت بعد ما حطيت ميك رحت حاطه الاوبجكت. ما هو انا مثلا اي ميد ذا روم، اي ميد ذا روم لوك بيوتيفول، فانا خليت الاوضه شكلها ايه او بتبدو ايه ان هي جميله، فهي نفس الفكره. يبقى تاني لات معناها يدع، يسمح لحد ان هو يعمل شيء معين. ميك معناها يجعل. خلي بالك في حاجه، كلمة make ممكن استخدمها بمعنى الإجبار. هنا أنا سمحت لحد إن هو يعمل شيء، سمحت له، سبته يعمل اللي هو عايزه. لكن make كاستخدام تاني غير اللي محطوط اللي انتوا هتشوفوه في الإجزامبل هنا، معناها يجبر حد يعمل حاجة. I made her مثلا do the homework. I made her يعني أنا جعلتها، أجبرتها، خلتها تعمل الحاجة دي غصب عنها. Make the homework. فدي ده معنى تاني من المعاني بتاعت ميك. المهم ان هو ميك معناه يجعل او يصنع طبعا حاجه. طيب لو هنتكلم على اكزامبل بتاع ميك، هو بيقول لي ايه، it will make our library look exciting. بص تعال نظبط نطبق الرول اللي مكتوبه على الجمله. طبعا انا it will دي خلاص دي مفروغ منها. طيب ميك اديني ميك اهي اللي هي معناها ايه، يجعل. جا بعدها ايه، جا بعدها الاوبجكت، انا هجعل ايه بالظبط، ايه الحاجه اللي الجعلان ده هيقع عليها، our library المكتبه بتاعتنا، فهي دي الاوبجكت. فانا هنا هو ادي ده اوبجكت وادي ده اوبجكت. بعد كده حطيت ايه، الانفينيتيف. الانفينيتيف اللي هو ايه، المصدر. لوك يعني يبدو، ده فعل تمام، فرحت حطيته في المصدر ادي لوك. وقال لك بتحط بعد كده adjective اللي هي الصفة. فأنا it will make our library، هتجعل اللايبراري بتاعتنا ايه، يكون تبدو او يكون شكلها exciting، فرحت حاطت هنا الصفة. طب بتاعت let معناها يدع او يسمح لحد ان هو يعمل شيء معين، فأنا بقول مثلا ايه، let me help you، اسمح لي، let انت اللي هتلت، انت اللي هتدع، هتدع مين، me، let me. فمي دي هي الاوبجكت. let me ايه، رحت حاطه المصدر على طول بتاع الفعل، ايوه انا اسمح لك تعمل ايه بالظبط، help you، اساعدك، فحطيت الهلب دي كده اهي اللي هو الفيرب في الانفينيتيف and so on. اوكي يا رب تبقى اتفهمت. طيب هنا بقى in addition و furthermore.
الاثنين ليهم نفس المعنى او يعني بيدوني او الافاده اللي هطلع منها من furthermore و in addition هي ان هو بضيف حاجه على حاجه. طيب الاثنين بيجي بعدهم جمله كامله. لو تفتكروا ان احنا اخذنا في الحصه اللي قبل كده في حصه من الليكتشر من الليكتشرز اللي اخذناها قبل كده فكره in addition دي، وقلت ان مدام in addition مش جاي معاها preposition يعني مش بقول in addition to، وقتها بجيب قبلها جمله وبعدها جمله فبيكون جمله كامله. لكن لو قلت in addition ومعاها to بجيب بعدها يا verb plus ing يا اما noun، بجيب حاجه اسمها شبه جمله ما بجيبش جمله كامله. فهي دي الفكره، ان انتوا تبقوا عارفين بس ان مدام in addition موجوده من غير اي حروف جر ولا اي حاجه بيجي بعدها جمله كامله عادي. نفس الكلام بالنسبه ل furthermore، هي furthermore اصلا ما فيش معاها prepositions خالص، مفيش حروف جر اصلا معاهم، فبيجي بعدها جمله كامله وبتديني معنى الاضافه ان انا بزود حاجه على الحاجه اللي انا قلتها قبل كده. واستخدامهم هما الاثنين بيكون مهم جدا على فكره في الكتابه، بيبين زي ما قلت ان اسلوب كتابتك اسلوب advanced شويه او advanced كتير، يبقى ان انت عارف ان انت هنا بتحط معلومه جديده فبتروح حاطط furthermore، او ان انت مثلا بتعمل contrasting فبتستخدم مثلا كلمه however and so on. طيب هنا بيقول لي it will make our library look exciting. دي اول معلومه انا قلتها، ان الحاجه الـ improvements اللي احنا هنعملها، التحسينات اللي احنا هنعملها هتخلي شكل ايه، بص اهي make our library look exciting. وبعدين انا عايز بقى ازود معلومه كمان، بيقول لي furthermore يعني بالاضافه لده او علاوه على ذلك the library will become a tourist attraction. يعني بالاضافه ان التحسينات اللي احنا هنعملها مش بس هتخلي اللايبراري بتاعتنا كويس حلوه وشكلها لطيف واكسايتنج قوي ان الناس تبقى متحمسه انها تخشها، ده كمان هتكون مصدر للجذب الايه السياحي. تمام، فانا furthermore بضيف. نفس الكلام بالنسبه لان اديشن، بيقول لي احمد از ا ستودنت، احمد ده طالب، بالاضافه لان هو طالب ان اديشن كمان he works with his father as a farmer، هو شغال كفلاح او مزارع مع والده. فانا هنا عملت ايه، انا عطيت معلومه عايز ازود عليها فرحت حاطط كلمه in addition، دي اسمها احنا بنسميهم linking words. linking words يعني كلمات ربط، كلمات بتربط جمله بجمله. he works with his father. خدوا بالكم بس من حاجه، من الكوتيشن مش الكوتيشنز البونكتويشن ماركس اللي هي العلامات بتاعه الترقيم، اللي قبل further بيكون نقطه واللي بعدها بيكون كوما. نفس الكلام بالنسبه ل in addition، مدام هما جايين في النص قبلها بيكون في full stop نقطه، ليه بيكون في full stop؟ لان الجمله خلصت، خلاص انا قلت جمله خلاص انا عايز بقى ازود عليها. تمام، فعشان ازود عليها فبروح حاطه furthermore واروح حاطه كوما واكمل. نفس الكلام بالنسبه ل in addition. طيب بالنسبه ليه because و so، because و so دي على فكره حته ال 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 الجرامر اللي احنا بنتكلم عليها او حته اللانجوج يعني، وحنا اعتقد ان هعيدها تاني برضو بامثله مختلفه بس قدام شويه. because و so الاثنين بيجي بعدهم جمل كامله عادي، بس في فرق ما بينهم في الاستخدام. because بتديني سبب، يعني الجملة اللي هتيجي بعد because هتبقى هي السبب. انا مثلا بقول ان انا عندي برد، تمام، دي الحاجة اللي انا بتكلم فيها ان انا عندي برد، سبب البرد ايه بقى، فبروح قايلة عشان انا امبارح مثلا نمت وسبت التكييف شغال، فان التكييف شغال ده هو السبب في البرد، فاللي بعد because هو بيكون السبب. لكن so بجيب النتيجه، يعني ايه، انا سبت التكييف امبارح شغال، طب نتيجه ده ايه، سو جالي برد. فالاتنين عكس بعض في ايه، ترتيب الاكشنز، ترتيب الافعال اللي احنا الاحداث اللي حصلت. بيكوز يجي بعدها السبب، لكن سو يجي بعدها النتيجه. تعالوا نشوف اكزامبلز على الكلام ده. بيقولي the children don't like the library anymore. أنا بقول إن الأطفال مش بيحبوا خلاص الـ library، مش بيحبوا المكتبة. ليه؟ إيه السبب في ده؟ رحت حاطة because ورحت جايبة السبب. سبب إن هما ما بيحبوش المكتبة إيه؟ it looks old، شكلها قديم.
فبعد بيكوز انا رحت جايب السبب بتاع الحاجة اللي انا قلتها في الاول. طب تعالوا نشوف so. The library looks old. نفس الاكزامبل اهو. المكتبة شكلها قديم. طب نتيجة ده ايه؟ ايه النتيجة اللي ترتبت على ان المكتبة شكلها قديم؟ That children don't like it. الاطفال مش بيحبوها. فانا هنا بعد so جبت النتيجة بتاعت نتيجة ان المكتبة قديمة ايه؟ الاطفال ما بقوش بيحبوها. يبقى because بيجي بعدها السبب، لكن so بيجي بعدها النتيجة. طيب اوكي هنا هو بيشرح تاني فكرة further more، بيقول لي معناها علاوة على ذلك. انا بستخدمها عشان اعمل ايه؟ عشان اضيف معلومات اكتر عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه. بيجي بعدها جملة. عندي بقى however، عندي however. however برضو من ضمن linking words. linking words اللي هي ايه؟ الكلمات بتاعة الربط الجمل دي، مع بتساوي كلمة but اللي هي معناها لكن. الاثنين بيفيدوا ايه؟ بيفيدوا الكونترستنج. كونترستنج يعني التناقض، حاجة عكس حاجة. انا قلت معلومة معينة او قلت جملة معينة ورحت قايلة على الرغم من المعلومة اللي انا قلتها دي حصل العكس تماما. زي مثلا بعد الشر على على عليكم خالص، انا ذاكرت كتير جدا، على الرغم من المذاكره بتاعتي دي ما جبتش درجه كويسه، او العكس انا ما كنتش بذاكر ما ذاكرتش بالحظ بقى، جبت بقى على الرغم ان انا ما ذاكرتش الا ان انا جبت درجه كويسه. ف however او but بيفيدوا دايما فكره الكونتراستنج، ان المعلومه اللي جت في الاول اللي جاي بعد however ده عكسها. تمام. طيب يبقى هي بتديني ايه؟ بيقولي ان هي بتفيد التناقض، او ان انا بدي معلومات متناقضة من بعضها. فمثلا بقول he is strong، هو قوي، but he can't carry the box، هو قوي جدا بس على الرغم من ان هو بص على ايه؟ but دي جاية عكس مين؟ اللي هيجي بعد but عكس اللي انا قلته في الاول خالص. he is strong، هو قوي، ولكن على الرغم من ده او بالرغم من ده الا ان هو مش قادر يشيل البوكس ده. طيب he is strong نفس الكلام، however he can't carry the box. بصوا بقى ايه في فرق في ال punctuation marks، علامات الترقيم. but يجي قبلها كومة، ما يجيش بعدها حاجة، يجي بعدها الجملة عادي. however لا، however زيها زي furthermore وزي in addition، قبلها في نقطة وبعدها في كومة، لكن but كومة بس. لان انتوا ممكن يجيلكوا ايه في مش في الاختيارات، في الكومبليت ممكن يبقى علامات الترقيم هي اللي تخليني اختارها اكتب however ما اكتبش but. فاهمين الفكره؟ يعني المعنى بتاع الجمله عايز تناقض، بس الكوتيشن مش الكوتيشن مش ليه الكوتيشن هي اللي لازم معايا. البانكتويشن مارك العلامه بتاعه الترقيم هي اللي تفرق ان انا اختار however ما اختارش but، او اختار but ما اختارش however and so on. فلازم اكون عارف ومحدد كل واحدة من linking words دي ايه هي punctuation marks بتاعتها. طيب عندي الفرق ما بين formal و informal. احنا لسه كنا قايلين الكلام ده. formal يعني حاجة رسمية، لغة رسمية، كلمات معينة انا بستخدمها وطريقة في الكلام بستخدمها في مواقف بتكون رسمية ما ينفعش ان انا اتكلم فيها على راحتي، زي لما اكون في الشغل، زي لما اكون في المدرسة، زي ما بتكلم مع بابا وماما، زي ما بتكلم مع حد اكبر مني and so on. فدي الحاجة الفورمال. formal language هي الofficial language اللي هي اللغة الرسمية اللي انا بتعامل بيها في ايه؟ في المواضع الرسمية. ف when I send an email to a company، انا لما احب ابعت ايميل لشركه معينه، حتى لو انا ببعت السي في بتاعي، طريقه الايميل اللي انا بكتبها لازم تكون formal، لازم اكون مستخدمه حاجات تكون رسميه، كلمات رسميه. I write in a formal language، بكتب الايميل بتاعي بلغه رسميه. لكن الانفورمال بص الفرق ايه؟ formal بقت in، official بقت unofficial، دي العكس بتاع الكلمات. ها formal عكسها informal. طب official برضو يبقى عكسها informal او unofficial. تمام. طيب
دي معناها غير رسميه. دي الطريقه اللي انا لما اجي ابعت ايميل لصحابي مثلا، واحد من صحابي حد مسافر من صحابي، فانا ببعت له ايميل بسلم عليه ومش عارفه ايه وبتاع. فنوع الكتابه اللي انا هستخدمها او نوع اللانجوج اللي انا هستخدمها هتكون انفورمال او unofficial، يعني غير رسميه. I use informal language when I write letters or emails to my friends and family. بس انا مقصود هنا family، يعني مش هم ما بيحترموش عيلتهم ولا ايه مش عارفه، بس ما علينا، ممكن حد من اخواتي مثلا او كده. الكالتشر بتختلف برضه. طيب بص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك في بعض التعبيرات اللي بيستخدمها كاتب الرساله او المقال لبدء او انهاء الرساله او المقال. يعني انا لما باجي اكتب اي حاجه فيها بكتب مقاله، بكتب اساي، بكتب باراجراف، بكتب ايميل، في شويه عبارات كده او تعبيرات معينه ممكن انا استخدمها لما اجي ابدا الكلام، واستخدمها لما اجي انهيه. لما بستخدم الحاجه في البدايه احنا اخدينها في الكلمات اللي كانت firstly. firstly يعني في البدايه، اولا انا بسال مثلا عليك وانت عامل ايه ومش عارفه ايه وبتاع وكده. secondly ممكن استخدم كلمه secondly اللي هي انا مثلا هتكلم على حاجتين، ف firstly دي اول حاجه اتكلمت عليها، secondly دي تاني حاجه. فانا بستخدم firstly اللي هي بمعنى to start with. to start with عشان يعني ببدا بالحاجه، اولا هنتكلم على كذا. تمام. عندي conclude. to conclude معناه عشان نختم او ننهي الايميل اللي احنا عاملين بنكتبه ده. to conclude انا بعمل 1 2 3، ف to conclude دي بتفيد النهايه او الختام. طيب عندي حاجه كمان ممكن ان انا انهي بيها على فكره، اللي هي to summarize او to sum up. يبقى تاني دي انا بستخدمها في البدايه، الاثنين دول بستخدمهم في اول الكلام، اللي بختم بيهم هو to conclude أو to summarize أو to sum up عشان نختصر ونختم وننجز أو هكذا. تمام. ممكن كمان to conclude يجي معها in conclusion. in conclusion يعني في الختام، دي بقى بحط فيها إيه النتيجة اللي في الآخر اللي أنا وصلتها. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف البارت بتاع الريدنج عشان نطبق كل الكلام اللي احنا قلناه ده على حاجة تكون مكتوبة قدامنا ومواضيع محطوطة قدامنا. اهو انا لسه قايلة firstly، هو بدأ اهو firstly. firstly يعني في البداية، to start with بدأ الكلام بتاعي. let me يعني اسمح لي او دعني. let me say how much we all love our children's library. let me say يعني سيبني اقول لك كده قد ايه احنا، how much يعني قد ايه we all love احنا كلنا بنحب المكتبة بتاعت الاطفال. اوكي فاحنا اخدنا اول حاجة كلمة firstly، تاني حاجة عندي let me say، اوكي we children's library. however يعني خليني اقول لك قد احنا بنحب المكتبه دي، ولكن على الرغم بقى من حبنا، هنا دي بتفيد الكونتراستنج، however على الرغم من ده. it now needs some work، هي المكتبه دي احنا بنحبها وكل حاجه، بس على الرغم من ان احنا بنحبها الا ان هي محتاجه تصليحات وشغل كتير قوي. the children don't like it anymore، الاطفال مش بيحبوا المكتبه دي خالص. ليه بقى؟ because السبب، انا قلت ان هم مش بيحبوها، فالسبب في ده ايه؟ because it looks old، عشان هي شكلها قديم and needs painting، ومحتاجه انها ايه تتبيض. we want to encourage، احنا عايزين ان احنا نشجع children to use the library again. احنا هنا بنعرض community problem، بنعرض مشكله موجوده في الكوميونتي بتاعنا، وهنشوف ايه البروجكت اللي احنا ممكن نعمله عشان نحل المشكلة دي. خلاص. طيب يبقى انا استخدمت هنا because عشان اجيب بعدها السبب. at our community meeting، اهو احنا اتفقنا ايه community meeting ده؟ قاعدة كده نعمل قاعدة كلنا مع بعض، نقعد نشوف المشكلة ونطرحها، نبدأ نحط ليها ايه حلول. ففي الكوميونتي meeting، at our community meeting، واستخدمت at مع كلمة meeting. we decided to improve the building. we wanted to invite you to help us. احنا اتفقنا، احنا we decided احنا قررنا
to improve the building. وإحنا عايزين ندعوكم, we want to invite you. دي طبعا أكيد نزلة على حوار اللي هو ال society service, society service page, دي اللي هي ال page اللي بتبقى موجودة online على السوشيال ميديا, وبننزل فيها المشاكل بقى وبنقول احنا بنحب كذا. فهي زي الفكره اللي احنا اخذناها قبل كده دي. فاحنا بننفايت يو, احنا بندعوكم ان انتوا بقى تساعدونا عشان نعمل امبروفمنتس وكده. وي جوت سم ايدياز, احنا عندنا افكار كتير فروم ذا مشروع السعاده. في مشروع اسمه مشروع السعاده اتعمل في اسوان. اوكي, ده كان كوميونيتي بروجكت. هنعرف دلوقتي هو بيعمل ايه. فهو الناس اللي عايزه تصلح المكتبه بتاعته بتاعه الاطفال دي, هو بيقول ان هم عندهم افكار. الافكار دي اخذوها من ايه؟ من مشروع السعاده ده اللي هو الكوميونيتي بروجكت اللي معمول في اسوان. يو كان سي ا فوتو اوف ذير ورك ابوف. هو بقى حاطط مع البوست اللي هو منزله ده صور للمشروع بتاع السعاده هم عملوا ايه هناك. Every year, كل سنة, every year, a group of people, مجموعة من الناس, احنا اخذنا ده as an expression, a group of people, go to Haisa near Aswan. بيروحوا ناحية Aswan to paint the houses in colors of happiness. هم مسمينه ليه مشروع السعادة؟ عشان الناس هناك بيروحوا يبيضوا البيوت اللي هناك, تمام, بحاجة اسمها ألوان السعادة. ألوان السعادة لها ألوان مختلفة يعني عشان يعملوا بهجة. بهجة. اوكي اوكي. ف we are going to do the same. بص هو استخدم ايه؟ are going to والانفينيتيف. ليه؟ عشان دي decisions, ده قرارات. احنا اخدنا قرار وعندنا intention ان احنا ننفذ الحاجة دي. لسه ما خدناش, ما عملناش arrangements ولا عملنا حاجة عشان نبدأ فيها, بس احنا عندنا قرار وعندنا intention. intention دي ان احنا عايزين نعمل نفس الكلام اللي هم عملوه في مشروع السعادة اللي هو مشروع السعادة community project. طيب we are going to do the same thing يعني نفس الشيء. here it will make our library look exciting. it will make يعني ده هيجعل يعني هيخلي اللايبراري بتاعتنا to look exciting, يبقى شكلها يعني محمسه يعني للناس. طبعا حطيت الاكسايت الاي ان جي عشان دي معناها ان اللايبراري بعد ما تتبيض هي اللي هتسبب لنا احنا, هي اللي هتسبب الصفه بتاعه الحماسه يعني. furthermore بتفيد ايه يا حلوين؟ addition, زي علامه البلس كده, بزود. furthermore the library will become a tourist attraction. يعني بالإضافة إن هي هيبقى شكلها exciting وبكل حاجة, كمان بالإضافة لده اللي هيحصل إن هي هتبقى مكان جذب سياحي. We are looking for volunteers. looking for معناها بنبحث عن. looking for معناها يبحث عن. volunteers يعني متطوعين. to help us plan, عشان يساعدونا إن احنا نخطط. and complete ونكمل the project. if you are interested please contact me. لو انت مهتم بالحاجه دي, لو انت بتشعر بالاهتمام تجاه الشيء ده, بليز من فضلك كونتاكت مي. بص هنا كونتاكت حطيت بعدها على طول كونتاكت مين بالظبط؟ مي, تمام, ما حطيتش ويد, حطيت كونتاكت مي على طول. طيب ده بوست تاني, حد منزل بوست كمان. الاولاني احنا بدانا فيه في ايه؟ ب فيرستلي. هنا نفس الكلام, بدات فيرستلي يعني في البدايه في الاول كده. let me يعني سيبني, اديني فرصتي واتكلم يا سيدي. let me say, خليني اقول لك قد ايه. how proud, قد ايه احنا فخورين. how proud we are. how proud we are دي طريقه من الطرق التعبير عن المشاعر عموما. سيبني اقول لك قد ايه احنا فخورين. how proud we are of the castle in our town. خليني اقول لك قد ايه احنا فخورين بالكاسل, بالقلعه اللي موجوده عندنا في المدينه. طيب انا في الاول خالص بقول لك الحاجه البوزيتيف. يعني في المره اللي فاتت قلنا ايه؟ احنا مبسوطين جدا باللايبراري بتاعت الاطفال, تمام. على الرغم من ده رحت مستخدمه استخدمنا however, صح؟ استخدمنا however اللي هو على الرغم من الحاجة دي, إلا إن في مشكلة واحد اتنين تلاتة. فهنا بيعمل نفس الكلام, قال لي firstly let me say how proud we are, خليني أقولك قد إحنا فخورين إن إحنا عندنا حاجة اسمها القلعة دي. أوكي, بس على الرغم من ده however بقى
فده معناه ان هيحصل contrasting، هيحصل حاجه عكس الفخر اللي احنا بنشعر فيه، في حاجه عكسه بقى. It now needs some work. نفس الكلام، الشيء ده او المبنى ده اللي موجود عندنا محتاج بعض الاعمال نشتغل عليه شويه. People love walking on top of the castle walls. الناس بتحب تمشي على القمه بتاعه الايه، الجدران بتاعه القلعه. But some of them are dangerous. في ناس بتحب ده، بس في مشكله ان الحيطان دي بتاعه القلعه في منهم dangerous، خطير جدا. Also some people leave rubbish inside the castle. وكمان في ناس كتير بتسيب القمامه جوه القلعه. يبقى في عندي مشكلتين محتاجين ان هم يتحلوا في حوار القلعه ده، ان الوولز بتاعتها في منهم dangerous والناس اصلا بتحب تمشي فوق on the top of the walls. تمام. بلس كمان ان في ناس بترمي القمامه بتاعتهم. طيب at our community meeting، في الاجتماع بتاعنا المجتمعي اللي احنا بنعمله على طول، we decided، احنا قررنا to improve the castle. improve the castle يعني نحسن ونطور من القلعه دي. We are going to get some builders. نفس الكلام، هو استخدم going to. ليه استخدم going to؟ عشان دي مجرد plan، plans، احنا بنخطط وبنقرر. وعندي كلمة decided اهي. طب احنا قررنا نجيب ايه؟ builders. builders اللي هم الايه؟ العمال بتوع البنى. builders ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ to repair، عشان يصلحوا the walls. احنا اخدنا كلمة repair يعني يصلح. Furthermore، بالإضافة إلى كمان، children at the school، الأطفال في المدرسة، are going to help clean up the rubbish. يعني إحنا هنجيب builders، هنجيب ناس بتبني وكده عشان تصلح، وفي نفس الوقت الأطفال بتوع المدرسة هيجوا عشان هم بقى إيه، يساعدوا في تنظيف المكان وكده. To conclude، عشان نختم وننهي ونفسر البروجكت بتاعنا ده هيحصل فيه إيه. فدي انا بستخدمها في النهايه خالص. We think that the castle is going to look amazing. احنا عندنا اعتقاد، بنعتقد ان الكاسل هيكون شكلها amazing، مدهش جدا، and will become a tourist attraction. وهتصبح جذب سياحي. اوكي. طيب دي واحده كمان اكيد برضو موجوده على الويب سايت اللي احنا اتكلمنا عليه. فبيقول ايه؟ one day يعني في يوم من الايام كده، I saw a message on the notice board by the front door to our flats. انا شفت الفرونت دور ده اللي هو الباب بتاع العماره، يعني الباب بتاع العماره بتاعنا. فجنبه كده بجواره لقيت مسج، في رساله مطروقه. عارفين فكرة اتحاد العمال، الاتحاد ايه؟ السكان. اتحاد العمال، اتحاد السكان، هي زيها كده. بيبقوا سايبين نوتس بورد، احنا اتفقنا نوتس بورد دي اللي هي اللوحة اللي بيتعلق بيتساب عليها مسجز معينة. تمام. فهو في مرة هو بيقول بقى كاتب كده على الويب سايت، يعني ان في يوم من الايام شفت رسالة موجودة على باي ذا فرونت دور بتاعت الاور فلاتس، الشقق بتاعتنا. It said that Mr. Maher، في واحد اسمه مستر ماهر، who is very elderly، اللي هو شخص كبير جدا في السن، needed، كان محتاج، needed يعني احتاج خلاص، صرفها في الماضي، a new bench، كان محتاج كرسي اللي هو بيكفي اكتر من شخص ده. The one he sits on outside his flat is broken. ليه؟ عشان الكرسي بتاعه اصلا اللي هو البنش اللي كان عنده، اللي كان متعود يقعد عليه قدام الفلات بتاعته، الشقه بتاعته، اتكسر، is broken، مكسور. Okay, so I encouraged all my neighbors. فبالتالي انا شجعت كل الجيران to help to buy him a new one. فاكرين المره اللي فاتت اخذنا ايه؟ اخذنا ان الفيرب هيلب، حطيت لكم بعديه شويه نقط كده، فقلت ده معناه ان في حاجه بتيجي ما بين هيلب وما بين الفعل اللي هيجي بعد كده. وساعات لا عادي، يعني to help to buy بيجي بعدها to الانفينيتيف، to buy him a new one. طيب some men delivered at this morning. هو بيحكي لنا يعني ان في بعض الاشخاص وصلوا لنا البنش ده this morning، هذا الصباح. Mr. Maher was very surprised، كان مندهش جدا. When it arrived
مستر ماهر was very pleased. هو كان مسرور جدا by our kindness. pleased هنا جاية كadjective. our kindness اللي هي الطيبة بتاعتنا آخرها N-E-S-S فده معنى إن هي noun. our neighborhood, our neighborhood يعني الحي بتاعنا is very friendly جاية هنا كصفة. and we like to help each other وإحنا بنحب دايما نساعد بعض. اوكي طيب عندي كمان هنا I'd like to say I would like to say انا حابب ان انا اقول thank you to the young woman who helped me yesterday. هو برضو منزل وعايز يشكر السيدة اللي ساعدته امبارح. I was walking along the pavement. انا كنت ماشي يعني على امتداد البيفمنت اللي هو الرصيف بتاع الشارع عادي جدا. when I suddenly felt very tired. لما حسيت فجأة ان انا تعبان. very tired. I'm elderly. انا عجوز يعني. you see. تمام انت شايف ان انا عجوز. a young woman saw me and greeted me warmly. بص انا استخدمت warmly ليه عشان اوصف الgreeting التحية. فshe greeted me warmly. هي جاية هنا كadverb. الadverb بيوصف ايه؟ الادفيرب الحال بيوصف ايه؟ بيوصف فعل. warmly هنا جاية على الفعل اللي هو greeted. greeted يعني حية. فانا عايزة اوصف الفعل بتاع التحية ده كان عامل ازاي؟ كان warmly بحرارة. فاستخدمت adverb. طيب she encouraged me to sit down on a bench. هي شجعتني. طبعا هنا مش تشجيع اللي هو قاعدة بتسقف له هي يلا يا عم وروح اقعد. لا كلمة encouraged بتيجي بمعنى support. بتيجي بمعنى help. فهي ساعدتني ان انا اقعد على البنش. we have a rest كده احصل على الراحة يعني. it was so wonderful to be treated. treated يعني حاجة حلوة جدا ان يتم معاملتك with such kindness بالنوع ده من الود والطيبة يعني والحنية. that's why I'm so happy to live in this neighborhood. عشان كده انا سعيد جدا ان انا قاعد في الحي ده. واحدة ما عرفوش ولا دي ساعدتني اهي. our community is so kind and helpful. المجتمع اللي احنا قاعدين فيه او الحي بقى اللي هو قاعد فيه is so kind and helpful يعني هو عطوف جدا و helpful يعني مساعد. اوكي طيب نيجي بقى بعد كده للبورت ده. عندنا شوية dialogues كده صغيرة. هي الديالوجز دي كلها ريليتد بفكرة ايه؟ بفكرة الgreetings التحية. ازاي لما بقابل حد او بشوفه ببدأ ان انا احييه او اوجه له التحية. فيلا كده نشوف هما يعني ديالوجز صغنونة خالص. يلا نشوف كده بيقولوا ايه. يلا نشوف بقى الديالوجز اللي احنا قلنا عليها دي كده بتقول ايه. اول ديالوج خالص ما بين فارس وعمر. فارس بيقول هاي ذير عمر. هاي ذير عمر يعني هاي عمر. تمام طيب فعمر رد عليه وقال له هلو فارس. فانا ممكن اقول لحد هاي ذير والتاني رد عليه يقول له هلو. فارس قال له do you know my cousin Adam. هل انت عارف ابن عمي بقى او ابن خالتي او whatever ادم. هل انت عارف تعرفه تعرفت عليه يعني. فقال له نو اي دونت. طبعا انا بدات هنا بدو. اوكي فده يس ونو كويستشن. فهي ما اقول يس او نو. فهو قال له نو اي دونت. فارس قال له ادم ميت عمر. عمر ميت ادم. اتفضل اتعرف على ده. تمام فعمر قال له nice to meet you Adam يعني من اللطيف ان انا اشوفك. فالتاني قال له nice to meet you too. واستخدمنا هنا too عشان عايز اقول له ايضا. اوكي طيب اللي بعد كده سميرة بتقول hi there علا. اهلا يا علا. فعلا قالت لها hello سميرة. have you met راندا. هل انت قابلتي راندا شفتيها. she is just started. هنا دي مش she is. she has just started. she's just started working at our office. هي لسه بدأ شغل في المكتب عندنا.
فسميرة قالت ايه؟ لا انا ما قابلتهاش. No we haven't met، يعني احنا ما تقابلناش قبل كده. تمام، هنا انا قلت ايه؟ have you met، هل انتوا اتقابلتوا؟ فهتقول لها لا، no we have we haven't met، يعني احنا ما تقابلناش قبل كده. It's a pleasure to meet you، خلاص هي خلصت كلام مع صاحبتها وبدأت انها تبص لراندا وتقول لها It's a pleasure، من دواعي السرور ان انا اقابلك يعني. فهتقول لها pleased to meet you too سميرة، وانا ليا برضو من دواعي سروري ان انا او انا مسرورة جدا ان انا قابلتك. اوكي طيب، سارة قالت good morning. هنا بقى سارة داخلة كده فبتقول I'd like to introduce myself، انا حابة ان انا اقدم نفسي. I am Sara. I'm your new neighbor، انا جارتكو الجديدة. تاني يبقى good morning، سارة دخلت قالت good morning، صباح الخير، ما قالتش لهاي ولا حاجة، قالت good morning. I would like، انا حابة ان انا اعرف نفسي، to introduce myself، طبعا I would وادي like يجي بعدها to infinitive، myself يعني نفسي. راحت معرفة نفسها وقالت I'm Sara. تمام، I'm your new neighbor، يعني انا جارتكو الجديدة. فلمار قالت لها pleased to meet you Sara، يعني احنا مسرورين ان احنا بنشوفك، احنا قابلناكي، او انا مسرور ان انا شفتك. قالت لها I am Lara، انا اسمي Lara، and this is my mother Mrs. Mansour. في لما بيبقى ست متجوزة وبنيجي نقول اسمها ما بنقولش اسمها هي، بنقول اسم او لقب العيلة بتاعت جوزها. اوكي، فبنقول Mrs. Mansour، حطيت الاس دي عشان لو تفتكروا قلنا ان الاس بتحط بعد الام ار دي معناها ان هي ست متجوزة. Mrs. Mansour دي my mother يعني. فسارة قالت pleased to meet you both، انا مسرورة ان شو ايه قابلتكم انتوا الاثنين. both pleased to meet you both. فمسز منصورة سوري مسز منصور قالت لها it's a pleasure to meet you too. سارة welcome to our neighborhood، welcome to our neighborhood يعني اهلا بيكي في الحي ايه بتاعنا. طيب هنا بقى فكرة ايه؟ ان انا بفرق لكم او بفهمكم ايه الفرق ما بين الفورمال والانفورمال لانجويج او الجريتينجز، لما اجي بتعامل مع حد بشكل فورمال بشكل رسمي او بشكل غير رسمي. اللي هنشوفه دلوقتي ده اللي هو الشكل الرسمي. لما اجي احيي حد او اسلم على حد بطريقة رسمية بستخدم تعبيرات معينة. اول حاجة ان انا بقوله هلو، هلو دي انا لما بيجي بستخدمها دي معناها ان دي طريقة رسمية، غير لما تيجي تقول هاي مثلا يبقى هلو دي طريقة رسمية. لما اجي اقوله انت عامل ايه بقوله الطريقة الطبيعية العادية خالص اللي هي how are you، how are you. اوكي طيب، اللي هو كيف حالك. بعد كده ممكن اقول pleased to meet you. pleased ككلمة، كلمة pleasure وكلمة pleased والحاجات دي more formal مثلا than nice، يعني رسمية أكتر من فكرة كلمة nice to meet you مثلا. لا، pleased to meet you إنه من اللطيف مقابلتك. I'd like to introduce myself، دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن أستخدمها في topics الformal اللي أنا عايزة أعرف نفسي. Goodbye يعني مع السلامة. I would like you to meet، I would like you to meet ده نفس الكلام. أنا مثلا في مجال الشغل فهعرف حد جديد على المديرة، هعرف حد، هعرف المدير على حد and so on. فبقول ايه I would like you، انا حابب ان انت تقابل to meet الشخص الفلاني. فدي من ضمن الاكسبريشنز او من ضمن الطرق اللي بستخدمها في الجريتينجز لما بتكلم بشكل يكون فورمال. فورمال يعني رسمي. طب لو انفورمال، هلو تتحول تبقى هاي، هاي. او لما قالت ايه هاي ذير، هاي ذير اللي هو انا بقابل حد عادي مفيش رسميه ما بيني وما بينه، او ممكن اقول هاي. اوكي طيب، لما اجي اسال بقى حد انت عامل ايه، مش بقول هاو ار يو، لا ممكن اقول ايه هاو از ات جوينج، هاو از ات جوينج. او لو حد منكم اتفرج على فريندز، جوي لما بيقول ايه كان بيقول ايه، كان بيقول مثلا بس ما كانش بيقول هاو از ات جوينج، كان بيقول هاو يو دوينج، how you doing. تمام طيب، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اسال حد عليها انت عامل ايه، حالك عامل ازاي يعني، how you doing. طيب الثانيه كانت how are you. طيب عندي بعد كده لما اجي اقول لحد بقى انا سعيده ان انا قابلتك وكده، مش بستخدم pleased، لا بستخدم nice. nice هي اللي انا بستخدمها. لما اجي احب اقدم حد بقول ايه this is،
على طول. This is Sarah. This is مش عارفة إيه. مش I would like you to meet فلانة. لا. حتى أنا قلت لكم على فكرة. I would like دي لما أنا بجي مثلاً أقعد في مكان وأطلب أكل بتكلم بشكل رسمي شوية بأدب. ففكرة إن أنت تبقى more polite في الكلام دي نوع من أنواع إن أنت حد formal. فلما يقول I would like مثلاً to have a cup of tea. غير مثلاً ما يقول I want a cup of tea. انا عايز ان هو بكلمه كده بشكل غير لائق وغير مهذب تمام. فلما بستخدم would like والكلام ده دي بتديني نوع من انواع الفورمال. لكن هنا بقول this is على طول. this is فلان. this is عمر. عمر this is فريد مش عارفه ايه. فبقول this is على طول. طب الثانيه كانت goodbye دي بقول باي على طول. اراك لاحقا. see you later. see you later يعني اشوفك بعدين. اوكي فهي دي الطرق اللي انا بستخدمها. how is it going ممكن استخدمها وممكن اقول how you doing. ها ايه ده تمام. eraser ادي الاريزر. زي ما جوي كان بيقول how you doing. how you doing. اوكي هيك التانية كانت الشكل الفورمال بقول ايه how are you بس كده. ده الشكل الفورمال والانفورمال. هنا انا بديكوا شوية ideas على فكرة ان انت لما تيجي تكتب باراجراف مثلا ممكن تستخدم كلمات ايه. لو انت لو حد مثلا بيقولك اكتب موضوع عن ازاي تقدر تساعد الناس خصوصا poor people يعني in your community. فممكن ايه الجمل اللي انت ممكن تحتاجها عشان تتكلم على ازاي تساعد الناس الفقراء في الكوميونتي بتاعك. ممكن اقول مثلا to help people in our community we can start by improving important places. هنا انا مش بتكلم على poor people. انا هنا بتكلم على people عموما. ممكن يبقى poor شخص فقير فانا بساعده او ممكن اكون بساعد الناس اللي موجود في المجتمع بتاعي عادي. فلو انا بساعد اي حد عادي او الناس اللي عايشين في المجتمع فممكن improve important places يعني اطور اماكن معينة. زي فكرة ان يبقى عندنا facilities معينة. عندنا مثلا sports club مثلا مكان عشان نمارس فيه الرياضة. عندنا مكان للناس اللي هم كبار السن. عندنا projects معينة بنعملها. فممكن اعمل مثلا library اطور من شكل المكتبة عشان الناس تروح. فدي اساعد الناس ازاي ممكن انا اعمل improving للimportant places. There are many places that we should look after like libraries, clubs and the streets. دي جمل ممكن انت تستخدمها. دي جملة تانية ان احنا لازم او في اماكن كتير جدا محتاجين ان احنا نهتم بيها. look after معناها يهتم. يا الله طيب. look after معناها يهتم بيبقى ايه المكاتب والنوادي والستريتس والكلام والشوارع وكده. طيب some of them look and sorry some of them look old and need painting. we should change that and make them attractive again. في من ضمن الاماكن او في places من places اللي احنا سائلين عليها دي شكلها قديم تمام. فبالتالي احنا لازم نتشينج ده and make it او make them sorry attractive again. نخليهم يجذبوا الناس تاني. we should show kindness and empathy towards the poor. we should spend time with them, listen to their problems and try to solve them. بيقول ان احنا لازم يكون عندنا او لازم ان احنا نظهر التعاطف اوكي او اللطف. اللطف والتعاطف. empathy دي اللي هي التعاطف. اوكي kindness and empathy اتجاه ال poor people الناس الفقراء. ونحن نقعد معاهم ونسمعهم ونشوف ايه المشاكل اللي هما بيواجهوها ونحاول ان احنا نحلها. اوكي طيب ايه كمان قال لي we should help the elderly. احنا لازم نساعد الناس الكبار في السن to stay connected with others. ما يبقاش حد مثلا كبير في السن فهو منعزل وقاعد في بيته ما بيخرجش وما بيروحش وما بيجيش وما بيعملش حاجه. لا لازم ان احنا نخليهم هم يكونوا connected with others. connected يعني على اتصال بالاخرين. volunteers should offer help with daily tasks such as grocery shopping and house cleaning. الكلمة دي ممكن تبقى grocery يعني ممكن تتنطق grocery وممكن تتنطق grocery. الاثنين كنطق كpronunciation صح. دي اللي هي الايه اللي هي البقالة. الgrocery او الgrocery shopping معناها التسوق بتاع البقالة
احنا نروح نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها. فهو بيقول ان الفولنتيرز ازاي ممكن يساعدوا الناس الكبار اللي هم كبار في السن دول, ممكن ان هم يوفر ديلي يوفر هيلب بديلي تاسكس, يعني يساعدوا في المهام اليوميه اللي الناس الكبار في السن بيحتاجوا يعملوها, زي ان هم ينظفوا البيت بتاعهم او ان هم يجيبوا الطلبات اليوميه يعني من البقاله. Taking part in community meetings is very important to help improve our community. ادي كده انا حاطط لك جمل كلها اللي ممكن تستخدمها بجد عشان ان انت تساعد الناس اللي عايشين في الكوميونتي بتاعتك. ان انت تهتم بالاماكن, ان في places كتيره محتاجه انها تبقى يحصلها improvement زي library والclubs والstreets, ان في منهم بيكونوا very old فاحنا لازم نهلب ان احنا نرجعهم تاني ان هم يكونوا attractive مرة كمان, ان احنا لازم نساعد الناس اللي هم الفقراء وان احنا نسمع عن مشاكلهم ونحاول ان احنا نحلها, ان احنا نساعد الناس اللي هم الالدرلي دول اللي هم الكبار في السن, ونعمل ايه ان احنا نوفر هيلب بالديلي تاسكس الحاجات اليومية زي كليننج الهاوس والجروسري شوبينج, وان احنا كمان نتيك بارت ان احنا نشارك في الكوميونتي meetings في الاجتماعات بتاعه المجتمع. دي حاجه مهمه جدا عشان دي بتساعد ان احنا نطور ونحسن من الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه. طيب لو هتكلم او هكتب عن موضوع خاص بالكوميونتي بروبلمز, ممكن المشاكل اللي بتواجه المجتمع اللي انا عايش فيه, ممكن ايه الجمل اللي استخدمها؟ ممكن اقول مثلا our community faces او سوري our community may face some problems, ممكن يواجه مشاكل شويه, ولكن but together, but انا استخدمتها ليه؟ بص اهو مهم جدا ان انت تستخدم الكلمات اللينكينج ووردز اللي انا حاططها لك النهارده, however but مثلا furthermore in addition, الكلمات دي مهمة جدا ان انت تستخدمها بجد. حاولوا ان انتوا تستخدموها وتحطوها في الجمل لما تيجي تكتبوا الريفيوز بتاعتكم والباراجرافس والحاجات دي, حاولوا ترشقوها في النص كده بس استخدموها استخدام صح. احنا بط بتعبر عن الكونترستين, اول حاجة ان في بروبلمز كتير ولكن على الرغم من البروبلمز دي مع بعض نقدر ان احنا نحلها, we can find solutions, نقدر احنا نلاقي حلول. People sometimes throw rubbish on the streets which makes our neighborhood look dirty. ادي دي مشكله من المشاكل, الناس بترمي القمامه الناس بترمي القمامه بتاعتهم في اي حته, فده هيخلي شكل الستريتس بتاعتنا او النيبرهود بتاعتنا يكون dirty يعني سيء جدا. We can solve this problem. ازاي اقدر, ما هو انت دلوقتي ما بتعرض problem معينه في الكوميونتي, محتاج ان انت تلاقي لها solutions حلول. We can solve this problem by recycle rubbish and not using plastic bags. ممكن احنا نحل المشكله دي بان احنا نعمل اعاده تدوير, يعني ما نرميش القمامه نعيد تدويرها تاني وما نستخدمش البلاستيك باجز الاكياس البلاستيكيه. Another problem, في مشكله تانية هو الترافيك, ترافيك اللي هي حركه المرور, where the roads become crowded and it takes a long time to get from one place to another, so we should use public transports. بدل ما نعمل زحمه وكل واحد يبقى عنده عربيه نستخدم البابليك ترانسبورت. ده اي كلام. عندي كمان الاير بولوشن, الاير بولوشن اللي هو التلوث بتاع الهواء is a big problem, هو مشكله كبيره جدا تمام. For us, so we should plant more trees. دي من ضمن البروجكتس اللي احنا ممكن ان احنا نعملها, ان احنا نزرع شجر كتير عشان نساعد ان ما يبقاش في تلوث في الهواء. To enjoy fresh air. طيب we can make our community a better place for everyone. نقدر ان احنا نخلي الكوميونتي بتاعنا مكان كويس او مكان افضل للناس كلها to live in عشان يعيشوا فيه. When we stop these problems, لما ده بقى ايه, to conclude, ممكن قبل ما احط بتاع دي in conclusion او to conclude, احنا ممكن نخلي الكوميونتي بتاعتنا احسن ومكان افضل للعيش فيه بالنسبة للناس كلها. ازاي؟ اما نتوقف عن ان احنا نعمل الحاجات والحاجات البشعة اللي احنا بنعملها دي. طيب الجزء اللي كنت عايزه اقوله لكم عليه هو فكره بيكوز وفكره سو, احنا بس هنعيد عليه وفي حته صغنونه بس بسيطه هي دي اللي احنا هنزودها. بيكوز خلاص احنا عرفنا ان انا بستخدمها كلينكينج وورد, حاجه بتتحط في بتجمع او بتربط ما بين جملتين. الجمله اللي بتبقى جايه بعد بيكوز هي دي اللي بتعبر عن السبب. هبة doesn't like long bus journeys, هي مش بتحب الرحلات الطويلة اللي بتروح بالأوتوبيسات. ليه؟ بسأل نفسي ليه because, فاللي بعد because هو السبب بتاع كرهها للرحلات دي. She gets bored, gets bored هي ما بتحبش الرحلات دي ليه, because she gets bored عشان هي بتشعر بالملل.
لكن so بيجي بعدها النتيجة so has stayed up late. سهى سهرت كتير وقعدت الوقت متأخر بالليل. أنا هنا مش بقول هي ليه عملت كده، لا أنا بقول هو ترتب على إن هي سهرت الوقت متأخر إيه هو النتيجة بتاعت ده. نتيجة ده إن she couldn't get up early، هي ما قدرتش إنها تصحى بالليل. فلما تيجي تحل السؤال ده اللي هو بيجيب لك جملتين وعايز تحط يا سو يا because، ابدأ اسأل نفسك الجملة الأولانية اللي هيجي بعدها هيكون السبب بتاعها ولا هيكون نتيجة. هنا هي فضلت سهران لحد وقت متأخر، طيب هل انا بقول سبب هي قعدت متاخر ليه ولا بقول يعني فكره she couldn't get up early، هل ده سبب انها سهرت ولا ده نتيجه انها سهرت؟ لا ده النتيجه بتاعت انها سهرت، هي سهرت فما قدرتش انها تصحى بدري. اوكي، لكن لما اجي اقول مثلا هي قعدت الوقت متاخر بالليل وجيت قلت مثلا الجمله الثانيه ان هي she had homework، مثلا كان عندها homework، تمام، فده نتيجه ولا ده سبب؟ لا هي فضلت سهرانه بالليل عشان كان عندها هومورك، فهنا اختار بيكوز. الحاجه البسيطه الزياده اللي احنا محتاجين نعرفها هي استخدام which. احنا بيكون عندنا حاجه اسمها relative clauses. relative clauses دي هي عباره عن ايه؟ عن ادوات وصل. ادوات وصل يعني ايه؟ سوري مش relative clauses، عندنا حاجه اسمها relative pronouns، انا اسف I'm so sorry. relative pronouns دي اللي هي الضمائر بتاعه الوصل، هي كلمه انا بجيبها كضمير عن شيء معين موجود، تمام، من ضمنهم هي كلمه which بمعنى الذي او التي، يعني سواء بقى مؤنث او مذكر. يعني انا في كلمه معينه مش عايزه اكررها، في كلمه معينه مش عايزه اكررها فبجيب ليها ضمير. اوكي، طب هنا بيقول لي the Egyptian football team beat Brazil 3-0 which was a surprising result. طيب بالروح انا دلوقتي بقول ايه؟ الفريق بتاع كرة القدم المصري هزم البرازيل 3-0، تمام؟ طيب فانا عايز اقول ان النتيجة دي، النتيجة اللي حصلت دي كانت surprising، مفاجأة. فانا عايزة احط كلمة، احط ضمير يعود عن النتيجة اللي حصلت، فبحط ايه؟ بحط كلمة which. which دي عايدة على الرقم ده، الريزولت ده او المكسب اللي حققه دول كان surprising، كان مفاجئ، فبجيب كلمة كضمير يعوض عنها. الضمير ده يعني النتيجة اللي حصلت 3-0 دي حاجة ما عندهاش عقل، فما دام ما عندهاش عقل بستخدم لها which. مدام ما عندهاش عقل، حاجة ما عندهاش عقل بس لويتش بمعنى الذي أو التي، دي حاجة اسمها ضمير الوصل. تاني أنا دلوقتي بقول the Egyptian football team beat Brazil، الفريق كرة القدم المصري هزم البرازيل 3-0. طب أنا عايز أقول بقى الذي الهزيمة دي، الهزيمة اللي حصلت دي أو النتيجة اللي هي 3-0 دي كانت surprising، مفاجأة، surprising result، مفاجأة، نتيجة مفاجئة، فأعوض عن النتيجة دي بإيه؟ بكلمة which. تمام، ده كده الحتة بس الزيادة اللي أنا كنت عايزة تبقوا عارفينها. إحنا كده خلصنا الليكتشر بتاعتنا على خير، واتمنى إن هي تكون بإذن الله تكون سهلة وبسيطة عليكم، ما فيهاش أي حاجة مش مفهومة. وأشوفكم بقى في التو فيديوز اللي بعد كده اللي هما الـ diverse والـ homework. يلا بينا.